مساء الخير. نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة وكانت الأجواء صيفية في أغلب المناطق، ووصلت العظمى في عمان 31 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء لطيفة وبتوصل درجة الحرارة ل 22 درجة، أما رطوبة 68%. غدا ويوم الاثنين استمرار الأجواء الصيفية نهارا وأجواء مائلة للبرودة ليلا، وبتوصل درجة الحرارة بالنهار ل 27 وبالليل بتنخفض ل 15 درجة. يوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة، بتوصل درجة الحرارة بالنهار ل 27 وبالليل 16 درجة. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم غد في باقي مناطق المملكة. بتسجل درجات الحرارة في إربد 21 وغدا 31، عجلون 21 وغدا 30، جرش أجواء غالبا صافية 22 وغدا 33 درجة. بتسجل درجات الحرارة في المفرق 21 وغدا أجواء حارة 35، الزرقاء 22 وغدا 35 درجة مئوية. بتسجل درجات الحرارة في السلط 23 وغدا 31، مادبا 23 وغدا 33، مطار ملك عليا أجواء صافية 20 وغدا 36 درجة. البحر ميت 30 وغدا أجواء حارة 38، الطفيلة 22 وغدا 30، الكرك 23 وغدا 32 درجة. في معان بتسجل درجات الحرارة 23 أجواء صافية وغدا 37 وأجواء حارة. العقبة 30 وغدا 41، نهاية برويشد 23 وغدا 39. ومن خلال خرائط درجات الحرارة نلاحظ تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة التي تعمل على استمرار الأجواء الصيفية يومي الأحد والاثنين وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة يوم الثلاثاء. أما بالانتقال لملخص الحالة الجوية، أجواء صيفية يومي الأحد والاثنين وطقس لطيف ليلا وانخفاض على درجات الحرارة يوم الثلاثاء. بننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. وصلنا لنهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، عودة إليك مهند. شكرا مريان.